بسم الله الرحمن الرحيم. نهارت كلش النداء استكينا موز الغانيه في عزه قراصن نشين قامج الخيريه ليسي مجموعه القوط الخيريه تتبع الناس هو ان المواطنين المزنان من الغرحن غير البلديه الحق الغرار نسن بدون اسم صار نشين قام مستعدين مرة المواطنين اللي غير راح نمشي الشواهد سنة 800 بعد اسم صار قسني 50 البلديه السنه 50 هاك اتصل التليفون نص سنين وعلى قسم التليفون معروف هاك اتصل الشيء ماك شغلنا انا حق قضاء ثانيا قدينا الموظف اللي بلديه تحت الزيت ناس الشرفاء نزهاء راس الكفاءات تنقرا الاوتور ولا تيجي تشري ثاني الموظفين تقسم الموظفين سنين اياكم واياكم حذار حضات يخفى الوم لان قد يبعث اسم صار كيلو كيلو مرطب مشان المشكله هادشي قانون بالمرسال غنحضى اي حاجه تم مزيان تم قتل حضى ثاني قال ايش ثاني الموظفين تصوصان تاع عباد الله قال السنه اللي خلصت نشي لقى غنحضى نحضى ماري ديال الموظفين وجابوا قاع عينيا 897 97 ديال 100 موظفين اوتو ديال المستوى 3 ديال 100 وهي اللي شي لقى تاسي الموظف كيف فهمت لكن القانون واياكم الشواهد ان في غير قانونيه وثاني الشيء لقى مستعدين تليفون معروف اقام العام سيدي بالمرصاد باش نحارب الفساد مفسدين وشكرا.